قال عليه الصلاة والسلام: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولو قال قائل: ذكر الرجل هنا، أتخرج المرأة من هذا الحكم؟ أتخرج المرأة من هذا الفضل؟ فالجواب عن هذا من وجهين. الوجه الأول: مع الاتفاق على أن المرأة داخلة في هذا، وأن هذا الحكم ليس منحصرا في الرجل، بل إنه يشمل المرأة. لكن لماذا ذكر الرجل؟ ذكر الرجل باعتبار وجهين. الوجه الأول أن علي رضي الله عنه بصدد قتال هؤلاء اليهود، والقتال في الأصل لا يقوم به إلا الرجال، فهي حكاية عن الحال. ما هي هذه الحال؟ هي حالة سلم أم حالة حرب؟ حالة حرب. الوجه الثاني أن هذا يعد عند علماء الأصول بمفهوم اللقب، يعتبر مفهوم لقب، يعني أن اللقب لا مفهوم له. مثال ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما هو الشرك الخفي؟ أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته من نظر رجل إليه. إذن هو يصلي من أجل أن يثنى عليه من قبل رجل. لو صلى من أجل أن تثني عليه امرأة، يدخل في الحكم؟ يدخل في الحكم. قوله عز وجل: محمد رسول الله، يفهم منه أنه ليس هناك رسول إلا محمد عليه الصلاة والسلام. لا، بل لو فهم هذا أو قرر هذا لكان كفرا، لأنه سينكر الرسل عليهم الصلاة والسلام، فيكون هذا مفهوم لقب، ومفهوم اللقب غير معتبر عند الأصوليين، وإنما ذكر الرجل من باب التشريف والتكريم، لأنه من حيث الجنس الرجل أفضل من المرأة.